طيب، من ضمن الاخبار المهمه النهارده، نادي صن داونز اصدر بيان بيعتذر فيه للنادي الاهلي عن بعض التصرفات اللي صدرت من خلال بعض مشجعي النادي الجنوب افريقي، وقالوا ان النادي تابع سلوك بعض مشجعيه قبل مباراته ضد الاهلي، وهو سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهه والاحترام والتآخي والقيم التي نطبقها. تلقينا شكاوي من المشجعين بشأن بعض السلوكيات والإهانات، ولكن جمهور صن داونز تحت كل الظروف لا يجب عليه إظهار عدم الاحترام أو الإهانات أو يتعامل بالسلوك الذي حدث، وعليه أن يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي. أي نادي عنده قيم ومبادئ هتلاقي ناجح، عشان كده بتلاقي صن داونز بيوصل لأدوار كويسة في البطولة وبينافس على بطولة كبيرة زي دوري الأبطال، تلاقي نادي زي النادي الأهلي بينجح دايما بيوصل للنهائيات، فدي أمور بتبقى مهمة لأي نادي بشكل عام. وقالوا كمان إن هم يعني هيفتحوا تحقيق ويشوفوا الإجراءات اللي هتتاخد إيه ضد المشجعين اللي يعني صدر من خلالهم سلوك لا يليق ابدا. طيب، ده فيما يتعلق ببيان صن داونز واعتذاره للنادي الاهلي.